للسيد حمد بن غانم الهديفي. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هذا الشوط تتابعونه بصوت الزميل حمد بن محمد الزعبية، أتمنى له التوفيق ولكم حسن المتابعة والاستماع، وهو الشوط التاسع اللي جاي البكر. مجددا تتجدد الآمال مشاهدينا الكرام، مجددا تتجدد الطموح لكل من يطمح للناموس وكل من يهوى ويعشق هذه الرياضة، فالطموح لدى الناموس موجود لديه. على كل حال مشاهدينا الكرام، شوط جديد كما ذكر الزملاء، وكذلك إثارة جديدة تجمعنا وإياكم، وتحدي هنا في أرضية ميدان التحدي. اللي تحتل المركز الأول وتندفع في هذه اللحظات براقة، هنا تتقدم وتقود المسار وتحمل شعار السيد مسفر بن سند المسيفري مع براقة. براقة يبيلها متابعة مشاهدين الكرام، ويبيلها مراقبة دقيقة هذه البكرة التي حصل وإن أنجزت في سن الأصغر وسن الحقائق. ننتقل مباشرة للمركز الثاني، اللي تحتل المركز الثاني الشاهينية لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عيسى بن سعيد الخيلي في التضمير. مباشرة ننتقل للمركز الثالث، اللي تحتل المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير. مباشرة للمركز الرابع، اللي تحتل المركز الرابع غزوة، غزوة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني راشد بن بطي الزعبي في التضمير. ننتقل للمركز الخامس، اللي تحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام الشعلة لفاران بن محمد المري. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نعود مباشرة صوتا وصورة إلى براقة. براقة هناك تبرق في المقدمة، البروق والرعود هناك مع بن سند المسيفري، مسفر بن سند المسيفري، ولكن انخطفت الأضواء هناك. الله يعينك يا المسيفري، وين رايح للأشواط المفتوحة؟ الأشواط المفتوحة يا بن سند مش السهلة وليس بالبسيطة. مباشرة ننتقل إلى هجن الرئاسة في بشعارها في مقدمة هذا الشوط، اللي تحتل المركز الأول الشاهينية لهجن الرئاسة بدولة الإمارات، عيسى بن سعيد الخيلي في التضمير. هنا في المركز الثاني اللي تتسلل، اللي تحتل المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثالث تتراجع فيه براقة لمسفر بن سند المسيفري في المركز الثالث. المركز الرابع، اللي تحتل المركز الرابع الشعلة لفاران بن محمد المري، كذلك يشاركنا في أشواطنا المفتوحة في هذا اليوم. المركز الخامس، اللي تحتل المركز الخامس شواهين لهجن الرئاسة بدولة الإمارات، عيسى سعيد بن دري الفلاحي في التضمير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نداءنا للمرة الثانية أتممناه على مسامعكم لفئة البكار وفي شوطنا التاسع. مشاهدينا الكرام، أيها الإخوة، مسارنا يسير ونحن نسير، و2500 متر هي المنتظرة، وهي كذلك من تثير ومن كذلك أيضا تثير الحماس هنا في أرضية هذا الميدان. 2 كيلو متر و500 متر أخيرة على نهاية هذا الشوط، والمسار هنا في مقدمة هذا الشوط مع هجن الرئاسة وشعارها في مقدمة هذا الشوط مع الشاهينية. الشاهينية مشاهدينا الكرام لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع عيسى بن سعيد الخيلي في التضمير. المركز الثاني شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع الشاهينية سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. يا سلام، 2000 متر على خط النهاية، كيلو وين على نهاية هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، ولإكمال ندائنا الثالث على مسامعكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام،
المركز الثالث الشعلة لفاران بن محمد المري، هي من تحتل المركز الثالث. هنا في المركز الرابع يصلنا شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود مع الفهد وراشد بن بعيران. المري يريد النقطة الثانية في هذا اليوم وفي هذا المحلي السابع، هنا في أرضية ميدان الشحانية وفي على كل حال مشاهدينا الكرام ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس اللي تحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. تصلنا شواهين لهجن الرئاسة بدولة الإمارات مع المضمر سعيد بن دري الفلاحي. والزمن مشاهدينا الكرام الزمن كالسيف، إن تقطعه ولا قطعك مباشرة. إذا أيها الحفل الكريم نحن لا ندري بهذه المسافة، المسافة تقترب وكذلك خط النهاية يقترب ونحن نقترب من لوحة الكيلو المتر الأخير. مسارنا يسير بقيادة الشاهيرية لهجن الرئاسة بدولة الإمارات عيسى بن سعيد الخيلي في عملية التضمير. يا سلام يا سلام. إذا مشاهدينا الكرام المضمرين حاضرين بقوة وكذلك بجدارة يريدون أن يحسمون هذا الشوط بصالحهم. وكيلو متر أخير، كيلو على الناموس يا جماعة، كيلو على الانتصار، كيلو كذلك على في الانتظار، كيلو على الناموس. يا سلام. إذا الشاهينية تحتل المركز الأول لهجن الرئاسة بدولة الإمارات مع المضمر عيسى بن سعيد الخيلي. ولكن هنا في المركز الثاني الفهدى لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود راشد بن بعيران المري في التضمير. وهنا في المركز الثالث يا سلام قزو مكثف من هجن الرئاسة، قزو مكثف يا مشاهدين الكرام. هنا تنحصر المركز الأول والمركز الرابع والمركز الأول والمركز الثالث والمركز الرابع هنا مع هجن الرئاسة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لاحظ معي مشاهدنا العزيز شعار هجن الرئاسة، هذا اللون المرموق اللون الأحمر المميز لهجن الرئاسة. يا سلام. إذا مشاهدين الكرام اللي تحتل المركز الأول الشاهينية لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيلي في التضمير. المركز الثاني تصل فيه شواهين لهجن الرئاسة سعيد بن دري الفلاحي. المركز الثالث وصلت فيه عالية لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد الخيلي. يا سلام يا سلام. تهانينا مشاهدينا الكرام لهجن الرئاسة بالمركز الأول وبالمركز الثاني وبالمركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا الكرام لصاحب السمو الملكي تركي بن محمد بن فهد السعود. المركز الخامس تصل في المركز الخامس شاهينية لسمو الشيخ سيف بن محمد بن خليفة السيف آل نهيا. إذا مشاهدينا الكرام نزف التهنئة لهجن الرئاسة بفوز هجنها بالمركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث في هذا الشوط. ها هي هجن الرئاسة بشعارها تشاهدونها على شاشة التلفزيون، واصلة إلى خط النهاية قاطعة المسافة في زمن مقدار 7 دقائق 50 ثانية 13 جزء من الثانية. التهنئة نزفها مشاهدينا الكرام لشواهين ولمالكها هجن الرئاسة ولمضمرها سعيد بن دري الفلاحي. المركز الثاني وصلت فيه الشاهينية لهجن الرئاسة قاطعة المسافة في 7 دقائق 50 ثانية 22 جزءا من الثانية. التهنئة نزفها كذلك لمضمر الشاهينية عيسى بن سعيد الخيلي. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث مشاهدينا الكرام عالية قاطعة المسافة في زمن مقدار 7 دقائق 51 ثانية 4 أجزاء من الثانية. التهنئة لهجن الرئاسة كما نزف التهنئة لمضمر عالية مبارك بن أحمد الخيلي. حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء أشواطنا متتالية.